عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار الترجي الرياضي التونسي: فيتو أمام خروج البرازيلي رودريغيز. يركن الفريق للراحة الصيفية بعد تتويجه بالبطولة المحلية وخروجه مبكرا من سباق الكأس، وكان أغلب اللاعبين قد نالوا ترخيصا استثنائيا من إدارة النادي للعودة إلى بلدانهم قبل الجولة الأخيرة من البطولة، على غرار رودريغو رودريغيز وإيان ساس وغاشا وتوغاي. الترجي حتما سيستأنف تحضيراته مع مطلع الشهر المقبل. فريق باب سويقة سيشارك في مونديال الأندية ورابطة الأبطال والسوبر ليج الإفريقي، إضافة للمسابقات المحلية وربما أيضا المسابقة العربية. خلال شهر أوت 2023 انتدب الترجي الرياضي التونسي المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز قادما من نادي جوفانتود البرازيلي، حيث قام الترجي بدفع البند التسريحي في عقد اللاعب المقدر بمليار و200 ألف دينار. ووقع رودريغيز عقدا مدته 3 مواسم. رودريغيز اللي بدأ موسمه الفعلي مع الترجي بشكل متأخر، ومع ذلك فقد تألق بشكل لافت خاصة في مرحلة التتويج. هذا الأمر جعله محط أنظار عديد الأندية خاصة في البرازيل، وتداولت عديد التقارير أخبار مفادها الرغبة الملحة من فريق فيتوريا البرازيلي في الظفر بخدمة مهاجم الترجي، الأمر اللي جعل الإطار الفني بقيادة كاردوزو يطلب من الإدارة رفع الفيتو أمام كل العروض لحاجة الفريق الأكيدة لمثل هذا المهاجم اللي بحث عنه الترجي طويلا خلال المواسم الأخيرة بعد عديد التجارب الفاشلة مع مهاجمين من مختلف الجنسيات. هيئة النادي أكدت بدورها رفع كل العروض الخارجية للاعب اللي ينتهي عقده في 2026، الأمر اللي بعث الارتياح في صفوف أحباء النادي، خاصة وأن الفريق يريد تقوية صفوفه وليس من مصلحته التخلي عن عناصره المؤثرة، ومن ضمنهم بكل تأكيد هداف البطولة رودريغو رودريغيز ب10 أهداف مناصفة مع طيب بن زيتون وأبو بكر تراوري. بعد نهاية الموسم والتقييم النهائي للرصيد البشري، حدد المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو حاجته للموسم المقبل، حيث تفيد المعطيات اللي بحوزتنا أن مدرب الترجي يريد 5 لاعبين. الترجي سيكون في حاجة إلى مدافع محوري إضافي وظهير أيسر لمنافس بن حميدة، ولاعب وسط دفاعي وساند روجي أولو، وجناح هجومي في ظل تواضع أسامة بوغيرا، إضافة إلى مهاجم صريح المنافسة مع رودريغيز بعد تأكد مغادرة البديل بن حمودة اللي فشل ضريعا في تجربته مع الترجي. هذه الانتدابات يجب أن تكون من الطراز الرفيع حتى يتسنى لها تقديم الإضافة المطلوبة. في مفاجأة غير متوقعة لجماهير الترجي الرياضي التونسي، كتب المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز تدوينة أثارت الجدل، حيث ألمح لمغادرة الفريق بعد موسم فقط رغم أن عقده يمتد إلى جوان 2026. وكان رودريغيز قد أثار المخاوف في صفوف جماهير الترجي عندما نشر صورة له بقميص الفريق على حسابه الرسمي بموقع انستغرام معلقا: أنا وعائلتي دائما مشجعي النادي بغض النظر عن مكان وجودنا، شكرا لكم على هذا الموسم الرائع. وهذا ما اعتبرته جماهير الترجي رسالة وداع أرسلها رودريغيز من مقر إجازته في البرازيل، لكن رد إدارة الفريق جاء سريعا ونفس طريقة رسالة وداع أي بلغات مختلفة، حيث وضع الترجي حدا لكل التأويلات عندما أصدر بلاغا على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك جاء فيها: رودريغو رودريغيز كان هداف البطولة الدوري التونسي في موسم 2023-2024 برصيد 10 أهداف، العائلة الترجية على يقين أن أداؤه سيكون ممتازا في جميع المسابقات اللي سيشارك فيها مع الترجي خلال الموسم المقبل 2024-2025. ورغم طمأنة النادي لأحبائه سويعات بعد تدوينة اللاعب، إلا أن مصير هذا الملف يبقى مجهولا خاصة إذا أصر المهاجم البرازيلي على الرحيل، لأن لم يتضح لغز المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز إلا عند تحضيرات الفريق للموسم القادم. لمعرفة صحة الأخبار الرائجة عن مغادرته للفريق، إلا أن ما هو مؤكد أن اللاعب يتعرض إلى ضغوطات عائلية كبيرة خاصة من زوجته التي تريد الاستقرار في البرازيل، لا سيما بعد العروض التي وصلته من أندية بلاده، وهو مساهم في تزايد ضغوطات عائلته عليه من أجل مغادرة الترجي. هذه المعطيات تعلمها إدارة الترجي مسبقا، لكن نفت في الآن نفسي أن يكون اللاعب قد قرر فعلا مغادرة نادي باب سويقة. وأشار مصدر في الترجي أن الهاتف البرازيلي رودريغو رودريغيز ومواطنه ينساس يواصلان المشوار مع الفريق في الموسم القادم اللي ينتظر خلال الفريق رهانات كبيرة محليا وقاريا وعالميا. وقال المصدر نفسه المهاجم سعيد بتواجده في الترجي، وهو ما عبر عنه خلال التدوينة المثيرة للجدل. رغم اطمئنان إدارة الترجي على بقاء مهاجمها التزاما بعقده اللي ينتهي في صيف 2026، إلا أن هناك سيناريوهات يخشى الأحبة وقوعها من خضوع المهاجم البرازيلي ضغوطات زوجته ورفض العودة إلى تونس بعد انطلاق التحضيرات.
وفي هذه الحالة تصبح إدارة الترجي أمام حتمية البحث عن بديل في ظل الصعوبات الكبيرة اللي يعاني منها الفريق على المستوى خط الهجوم لولا التعاقد مع رودريغيز. ولو أن المهاجم البرازيلي لم يكن ذلك العصفور النادر اللي يبحث عنه الترجي باعتبار نجاحه المحلي وفشله قاريا، وحتى رصيده من أهداف البطولة المحلية لا يرتقي لمستوى المهاجم الهداف بما أنه يتقاسم ترتيب الهدافين مع مهاجم النادي البنزرتي الطيب الزيدون اللي تحول إلى مهاجم في هذا الموسم. ومهما تكون السيناريوهات المنتظرة فإن الترجي لن يكون الخاسر في هذا الملف بما أن لعبه مازال مرتبط بعقد وقيمة التسويقية ارتفعت بعد موسم فقط مع الترجي لتصل إلى 1,000,000 يورو أي ما يناهز 3.5 مليارات بالعملة التونسية. وفي صورة إصراره على الرحيل فإن فريقه سيطالب بمبلغ أرفع من ذلك بكثير من أجل تعويضه بما هو أفضل. ونشير أيضا إلى أن رد الترجي على تدوينة لعبه كانت على درجة عالية من الدبلوماسية لكنها تعكس في طياتها تهديدات مبطنة، خاصة وأنه نادي بسويقة لن يقبل بتمرد رودريغيز وخروجه بهذه السهولة. تم أمس افتتاح سوق الانتقالات الصيفية بصفة رسمية على أن يتواصل الميركاتو إلى غاية 20 سبتمبر. الترجي كان قد دخل سوق الانتقالات بصفة مبكرة وقد تم الاتفاق كما هو معلوم الحارس الدولي بشير بن سعيد على التحول للحديقة به في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع الاتحاد المنستيري. وفي انتظار الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة يثير ملف الانتدابات جدلا واسع في صفوف جماهير الترجية. الجدل حول انتدابات انطلق منذ تداول خبر الصفقة المرتقبة مع البشير بن سعيد، حيث يرحب البعض بهذه العملية قياسا بالقيمة الفنية لحارس المنتخب وحاجة الترجي لعنصر خبير، خاصة أنه سيلعب على عدة واجهات في الموسم القادم وقد يحتاج إلى حارسين جيدين لمواجهة ضغط المباريات المحلية والدولية. ولا شك أن تواجد ميميش وبن سعيد من شأنه أن يجعل شباك الترجي في أمان. وفي المقابل تحفظ البعض على هذه الصفقة واعتبروا أن أحد الحارسين المذكورين سيحكم على نفسه بالجلوس على بنك الاحتياط في الترجي وسيخسر بصفة آلية مكانه في المنتخب التي ضمت قائمته الأخيرة حارسين المذكورين. الجدل لم يتوقف على صفقة بن سعيد بل أن شقا من الجمهور عبر صراحة عن رفضه التام لعقد صفقات أخرى من السوق المحلية، وقد يفتقر أصحابها إلى المؤهلات الضرورية لتقديم إضافات كبيرة للترجي وبصفة خاصة في المسابقات القارية. ويستحضر الكثيرون تجربة عدد من اللاعبين المحليين اللي التحقوا بالترجي وسط هالة إعلامية كبيرة قبل أن يفشلوا في فرض أنفسهم على غرار زياد مشموم وأسامة السيدي، علاوة على عدة عناصر أخرى تحصلت على فرصتها بالكامل لكنها لم تقدم بعد المطلوب مثل أسامة بوقرة ووائل الدربالي. مخاوف الجماهير تضاعفت في هذه الفترة بسبب تزايد الأنباء حول إمكانية انتداب عدة لاعبين من السوق المحلية ومن ضمنهم العناصر المشاركة مؤخرا في نهائي الكأس بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن الفريق في حاجة إلى انتدابات من الطراز الرفيع ولا مجال للتورط في صفقات غير قادرة على تقديم مستويات كبيرة. بعد أن حسمت إدارة الترجي وضعيات كل من ياسين مرياح ومحمد بن علي ومعز بن شريفية بتجديد عقودهم إلى غاية 2026، جاء دور الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة اللي باش يواصل بدوره المسيرة إلى غاية 2026. في انتظار معرفة مصير بقية اللاعبين اللي انتهت عقودهم منذ أمس على غرار هاني عمامو وغيلان الشعلالي، ولا أن تبدو إمكانية التوصل إلى حل مع المدافع المحوري هاني عمامو بحكم تدعيم خط الدفاع في غياب انتدابات جديدة. ولو أن المعلومات اللي تحصلنا عليها تفيد رغبة فريق بسويقة في انتداب مدافع الاتحاد المنستيري هشام بكار، فإن وضعية الشعلالي تبقى غامضة، خاصة أن الترجي الرياضي سيستعيد معتز الضام اللي انتقل إلى المصري بوسعيدي في إطار الإعارة لمدة 6 أشهر، علما وأن عقد معتز الضام يمتد مع الترجي إلى موفى موسم 2025-2026. ونبقى مع تنقلات لاعبي الترجي الرياضي لنشير إلى أن انتقال الجزائر حسام الدين غشة إلى دوري الجزائر في الموسم المقبل شبه متأكد بحكم العروض اللي وصلته من عديد الأندية، وقد تكون وجهته الأقرب فريق شبيبة القبائل اللي أعلن بصفة رسمية عن تعاقده مع المدرب عبد الحق بن شيخ الموسم الكروي القادم 2024-2025. وللتوضيح فإن عقد حسام الدين غشة ينتهي في موسم 2024-2025، وهذه الوضعية التعاقدية قد تفرض على الترجي الرياضي التفريط فيه بعد أن حسمت ملف الكونغولي أندري بوكيا بفسخ العقد بالتراضي.